تعالوا هنيها لكاميرا المعرفة أحكي لكم على هذا اللي يحكي عنه الأستاذ خالد وأرجع بعدين وراها. أهلا بكم في كاميرا المعرفة. مشروع آيلب اللي صار لهم 6 سنوات يستعملوه كمبرر من مبررات قتل المتظاهرين والناشطين هو ببساطة برنامج تبادل ثقافي ينطي فرصة لعدد من الطلاب اللي عندهم معدلات زينة ويحتاجون تطوير باللغة الإنجليزية يأخذهم 4 أسابيع يربطهم بنشاطات تعليمية ورش عمل حتى يتعايشون ويا مجتمعات ثانية، هم يطورون لغتهم الإنجليزية وهم يصير تبادل ثقافي وهم يوسعون معرفتهم بالمجتمع اللي راحي لهم. هاي أول القصة وآخرها. حالة حال برنامج يس اللي هو برنامج من 2002 موجود وصادر من مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية بالخارجية الأمريكية واللي مشاركين به الكويت، البحرين، مصر، سعودية، اندونيسيا، نيجيريا، العراق، غزة، باكستان ودول أخرى. وحالة حال مبادرة ييل اللي أنا رحت بيها وما حد دربني شلون أصير منحل لأنه أنا منحل أساساً بجهود الشخصية والحمد لله والشكر. والله العظيم رحنا هناك درسنا بكلية ورجعنا لا شربنا دم ولا تناينا ولا حد ناينا ولا لازم علينا أفلام سعودية. أنا رجال رحت أمستردام ما عندي مشكلة وأنا في وقتي الخاصة. هاي يا عيوني برامج تبادل ثقافي تصير بكل العالم لأن هي دليل على وجودك كجزء محترم من المجتمع الدولي، لأنه تعرف الكوكب مو بس بممانعين، أكو عالم آخرين وريد يتفاهمون وياك وشوفوا كنت شنو راح تذبحهم راح تعرفهم عايشين شو راح تسوي، يتفاهمون وياك يحبوك يتواصلون وياك وهكذا، فيدعوك تجي تشوفهم شلون عايشين وهم يشوفوك شلون عايش وبعدين يصدمون وخلاص ما لها علاقة بالعملاء والمخابرات والCIA. وين أكو عميل يلحقون يدربوه ب4 أسابيع؟ يا أخي البنية إذا تريد تعلم السياقة يراد لك 1.5 سنة و4 سيارات. الولد إذا تريد تعلمه شلون يسوي تمن ما يعجن يراد لك 90 سنة و6 قواني تمن و4 جدار يفافون وشريط مرحبوب ضغط. ما راح يدبرها. هاي أول قصة وآخرها. يلعن. شكرا لكم.